هنروح دلوقتي مع حضراتكم لأهم الأحداث في الأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. وعنا أيضا عدد كبير من الأخبار المتعلقة بأهم الماتشات اللي هتتلعب في الدوري المصري والدوري الإنجليزي لكرة القدم، تعالوا نتابعها في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتشارك دكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ووفد من النماذج القيادية المصرية من خريج الأكاديمية في النسخة 9 من القمة العالمية للحكومات اللي بتقام تحت شعار استشراف مستقبل الحكومات في الفترة من 13 ل 15 فبراير بدولة الإمارات العربية، وبمشاركة عدد كبير من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية من مختلف دول العالم. كمان النهاردة مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سامسون هتزور مصر لمناقشة وضع أمن الطاقة العالمي مع الشركاء ودفع العمل بمذكرة التفاهم الثلاثية لدعم الخطة الخاصة بالحد من واردات أوروبا من الغاز الروسي. وكمان هتشارك المفوضة في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول اللي بيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيجمع ممثلي الحكومات وقادة صناعة الطاقة من إفريقيا ومنطقة المتوسط لمناقشة التحول في مجال الطاقة. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في إطار الجولة 18 من عمر المسابقة، هيلتقي فريق الزمالك مع فريق سموحة الساعة 7 بالليل. بالنسبة لماتشات الدوري الإنجليزي، النهاردة في مباراة قوية في ختام الجولة 23 من عمر المسابقة، هيلتقي ليفربول مع إيفرتون الساعة 10 بالليل.